في العرض الأخير عن القطع الزائد لم تسنح لي الفرصة لحل بعض الأمثلة الواقعية، لذلك سأفعل هذا الآن. لنفترض أن لدي القطع الزائد y تربيع على 4 ناقص x تربيع على لا أعرف، دعوني أفكر بعدد جيد، لنقل x تربيع على 9 يساوي 1. إذا أول شيء يمكن فعله لهذا القطع الزائد هو ما هي خطوط التقارب. ومرة أخرى أنا أنسى الصيغ وسنحاول إيجاد y ونرى ماذا سيحدث عندما x تقارب اللانهاية الموجبة أو السالبة. فإذا وجدنا y يمكننا إضافة x تربيع على 9 لكلا الطرفين، فنحصل على y تربيع على 4 يساوي x تربيع على 9 زائد 1. الآن أستطيع أن أضرب كلا الطرفين بأربعة ونحصل على y تربيع يساوي 4 على 9 x تربيع زائد 4. لقد قمت بتوزيع 4 وأخذت الجذر التربيع الموجب والسالب لكلا الطرفين. y تساوي موجب أو سالب الجذر التربيعي لي 4 على 9 x تربيع زائد 4. ولا يمكن تبسيط هذا أكثر، لكن يمكن أن نفكر بها. ماذا تقارب إذا اقتربت x من ما لا نهاية الموجبة أو السالبة؟ إذا نقول إذا اقتربت x من ما لا نهاية الموجبة أو السالبة ماذا يساوي هذا وماذا يقارب؟ وهذا التمثيل من ماذا يقترب. حسناً، y مساوية تقريباً الجذر التربيعي لهذه العبارة، لأن هذه ضخمة للغاية وقريبة من هذه العبارة، هذه تأخذ أهمية أقل وأقل وأقل، ولهذا السبب اقتربنا أكثر فأكثر من خطوط التقارب، لأنه عندما يكون هذا العدد يشبه تريليون سيكون هذا العدد ضئيل. نأخذ الجذر التربيعي لهذا العدد وسنكون أعلى بقليل من التمثيل لأنه لدينا هذه الأربعة الإضافية هنا، فكلما تقترب من ما لا نهاية موجبة أو سالبة هذه المعادلة تساوي تقريبا زائد أو ناقص الجذر التربيعي لي 4 على 9 x تربيع. إذن y تساوي تقريبا، يمكن أخذ الجذر التربيعي لهذا موجب أو سالب جذر التربيعي لتسعة على أربعة اثنان على ثلاثة ضرب x. هذه هي إذن خطوط التقارب. لدينا خطان هنا، لدينا y تساوي 2 على 3 x، ثم لدينا y تساوي ناقص 2 على 3 x. لنرسم إذن هذان الخطان، سأرسم المحاور، هذا محور الواي وهذا محور الإكس. دعوني أبدل بعض الألوان لجعل الأمور مثيرة للانتباه. سأرسم الأول هنا، واي تساوي 2 على 3 إكس. إذا نرتفع بمقدار 2 لكل 3 نتحركها. سأرسم هذا، فإذا كان 1 2 3 ثم 1 2 سيكون إذا النقطة على الخط. سأرسم الخط الآن، أبدأ من نقطة الأصل، لا ليس هكذا، سأرسمها هكذا. بهذه الطريقة أستطيع التأكد من أنه يمر بالمركز، هذا سيكون شكله. أستطيع الانطلاق من هنا والذهاب هكذا. إذن هذا خط التقارب. الخط الآخر سيكون y تساوي ناقص 2 على 3 x زائد أو ناقص 2 على 3 x. نذهب بمقدار 2 للأسفل لكل 3 حددناها، ستكون هذه النقطة، انظر كيف، 1 2. إذا نذهب بمقدار 2 لكل 3 حددناها، فالنقطة هنا، وإذا قمت برسم الخط المتقارب هنا سيشبه هذا. نذهب هكذا ثم من هنا إلى هنا، ومن ثم نقوم برسم خطوط التقارب. سؤال الآن، هل سيكون مفتوحا لليسار أم لليمين، للأعلى أم الأسفل؟ هنا لدينا طريقتين وسأستخدم الطريقة التي يمكن لها أن تكون بديهية. ماذا سيحصل إذا كانت x تساوي صفر؟ حسنا، عندما x تساوي صفر
سيختفي هذا وسيبقى لدينا واي تربيع على 4 يساوي 1، أو واي تربيع يساوي 4، أو واي تساوي زائد أو ناقص 2. ونحن نعرف أن نقاط 0 ناقص أو زائد 2 موجودة على الرسم. إكس يمكن أن تساوي 0، إذن 0 زائد أو ناقص 2، إذن 0 زائد 2 هي النقطة الموجودة هنا، وصفر ناقص 2 هي النقطة هذه هنا. إذن يتضح لنا الآن أن الشكل سيكون مفتوحا للأسفل هنا ولأعلى من هنا، لأن القطع الزائد لا يمكن أن يعبر خطوط التقارب، أي لا يمكن أن يمر من هنا ويعبر خطوط التقارب. بالتأكيد نحن نعرف أن الرسم البياني للقطع الزائد يمكن التجريب بنقاط أخرى، إذا أردت أن تتحقق من ذلك ذلك ستكون هكذا، ستذهب من هنا ثم رسمها بطريقة لا تتقاطع مع خط التقارب، ستكون قريبة جدا لكنها لا تلامسه. سأحاول ألا تلامسه، ومن ثم على هذا الجانب قريبة لكن لا تلامسه ولا أريد ملامسته، ثم في الجانب الأعلى ستكون نفس الشيء، قريبة جدا، قريب من ما لا نهاية لكن لا تلامسه، أن تكون قريبة جدا لكن لا تلامسه. إذن هذا هو القطع الزائد، سيكون هكذا، ورسمته من خلال المحاولة لرؤية إذا كانت X تساوي 0، وأحثكم على معرفة ماذا سيحدث إذا كانت Y تساوي 0، ولن تحصلوا على إجابة، وهذا منطقي لأن هذا القطع الزائد لن يمر بـ Y تساوي 0، أي لن يمر بمحور الـ X، وهذا يجب أن يكون بديهي، لأنه إذا رأينا هنا عندما قمنا بالتقريب أن X تقارب موجب أو سالب ما لا نهاية، فكما رأينا أنه لدينا دائما زائد 4، إكس تكون إما كبيرة جدا أو سالبة لأبعد حد، وهذا يخف تدريجيا، لكن دائما سيكون الناتج أكبر من هذا العدد، وبشكل خاص في ربع الدائرة الموجب، إذا ربع الدائرة الموجب سيكون أكبر من خط التقارب. وعندما نأخذ الجذر التربيعي الموجب، أعتقد أنها أفضل طريقة لقول هذا، فعندما نأخذ الجذر التربيعي الموجب سيكون دائما أكبر من خطوط التقارب، وأيضا عندما نأخذ الجذر التربيعي السالب سيكون أقل بقليل من كلا خطوط التقارب، لأن هذا العدد سيكون أكبر من هذا العدد، ثم نأخذ الجذر التربيعي السالب فسيكون أقل بقليل، ولهذا السبب نحن في الأسفل، لا أعرف أي منهما بديهي بالنسبة لكم، ربما جربوها عندما تكون x تساوي 0 وثم y تساوي 0، سوف ترى ما هي النقاط التي ستحصل عليها وتقول أوه هذه قطعات زائدة عمودية ويجب أن تكون أفقية. دعوني أرى إذا كنت أملك الوقت لي، سأترك هذا العرض هنا وأعد عرض آخر أبدأه من عندما حركت القطع الزائد، والتحريك لا يختلف عن تحريك قطع ناقص أو دائرة. يجب أن تعرف شكل المعادلة، إما زائد شيء مربع أو ناقص مربع، سيخبرك هذا إلى أين تحرك المركز. هذا القطع الزائد بالطبع متمركز على نقطة الأصل. على أي حال سأراكم في العرض المقبل.